السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في درس جديد على قناة بيرو. رمضان كريم، كل سنة وانتم طيبين، أدام الله عليكم وعلينا بالصحة والعافية، ولا ننسى أن نصلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأن نذكر الله لا إله إلا الله. ياريت اللايك والشير على الفيديو ومتابعة للقناة وتفعيل زر الجرس. يلا بينا. هنخش العداد وهنبدأ بصفحة الإضاءة أو اللايت. هنخلي الإكسبوجر سالب 2/10، الكونتراست موجب 7، الهايلايت هنخليه موجب 23، الشادو خليه موجب 65، والوايت هنخليه سالب 38. البلاكس هنخليه سالب 14. ونروح على الكيرف، قرب عشان تشوفوا الإيديت. كل اللعب هيكون في مربع الأخير تحت. نعمله بالطريقة دي كده. مزرعة بس كده، نضغط دن، نروح على صفحة الألوان. خلي التمب موجب 6 والتنت موجب 4، الفيبرانس سالب 22 كده. انتهينا من الألوان. هنخش على صفحة الميكس، هنخلي الهيو 0، الريد هيكون سالب 42، اللومينانس هنخليه سالب 25، نروح على اللون البرتقاني هنخلي الهيو سالب 2، الساتوريشن موجب 29، اللومينانس هنخليه سالب 22، هنروح على اللون الاصفر هنخلي الستريشن سالب 93، وبعدين نروح على اللون الاخضر
خلي الهي وموجة بنية، الساتوريشن هنخليه سالب 75، اللومينانس هنخليه موجب 100. اللون السماوي او الاقوى خلي الساتوريشن فقط سالب 100، نفس النظام في الازرق، نفس النظام في البيربل والارجواني واللون الاخير المجنتا. دوس دم، نروح على الصفحة اللي بعدها اللي هي صفحة الإفكت. هنخلي التكتشر موجب 13، كلاريتي هنخليه موجب 17، الديزي هنخليه موجب 19، والفينتا سالب 10. نروح على السبليت تون، هنخلي الاعدادات بتاعت السبليت تون زي ما انتم شايفينها قدامكم. الهايلايت الاتش 231، والاس ستريشن موجب 21، وفي الشادو هنخليه 235، والاس او الستوريشن موجب 12، والبالانس خليه موجب 29. هندوس دن، نروح على صفحة الديتيل، هنزود الشارب ل 98، النويز ريدكشن موجب 23، والكلر نويز ريدكشن هنخليه موجب 26. تمام، وبكده نكون انتهينا من عمل الفلتر. هنعمل كرييت للبريست وهنسميه بلو دارك بيرو بريسيت. دوس دان، نعمل سيف، نفتح صفحة الكلر او صفحة البريسيت، انا اسف، نختار اليوزر بريسيت بلو دارك، ونوريكم الحلقة اللي فاتت اللونين المختلفين اليوم. وبكده نكون انتهينا من الحلقة. ياريت مننساش دعم القناة، لايك على الفيديو، شير، سبسكرايب، وتفعيل زر الجرس. مع السلامة.